مرحبا، أنا اسمي فاطمة من الصف الثاني فرقة واحد. أهلا بكم. سنتحدث اليوم عن أشكال اليابسة. اليابسة لها أشكال. أشكال اليابسة هي سهول منبسطة وديان منخفضة وجبال وتلال. ما هو الجبل؟ هو منطقة مرتفعة من اليابسة. بعض الجبال لها قمم حادة وجوانب شديدة انحدار. ما هو الوادي؟ هو أرض منخفضة بين الجبال والتلال. هناك أيضا السهل. ما هو السهل؟ هو منطقة منبسطة وواسعة. هناك أيضا التلال، وهي مناطق مرتفعة ولكنها أقل ارتفاعا من الجبال. ها نحن تحدثنا عن الأشكال المختلفة لسطح الأرض. يا أصدقاء، هل سمعتم من قبل عن الخرائط؟ هيا نتعرف. ما تخبرنا به الخرائط عن الأرض؟ أولاً، الكرة الجغرافية هي نموذج الأرض. تبين لنا الخريطة أو الكرة الجغرافية أماكن الماء واليابسة على سطح الأرض. الأجزاء الزرقاء توضح الماء. الأجزاء الملونة بالبني والأخضر هي اليابسة. هل تعلم أن الأجزاء الكبيرة من اليابسة هي قارات، وهي محاطة بالمحيطات؟ أتمنى أنني استطعت أن أفيدكم ولو بالقليل. انسوا يا أصدقائي أن تقرأوا عن هذا الدرس أكثر، لأن العلم نور. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. مع السلامة، نراكم في درس جديد.